انا عشان امور تبقى هاديه، انا النهارده الامور سخنت، انا واحد النهارده بتخانق بدل ما اروح اهديه سخنته اكتر، بغض النظر اتسرب، حد قال على صفحته، حد قال غلط، اكيد ده غلط 100%، بس في النهايه انت بتتكلم بتتعامل مع قانون، مع قانون. النهارده انت بتتكلم في علاقات دوله، علاقاتنا ابديه بين مصر والامارات ابديه، ففي النهايه مش كره قدم هتيجي تبوظ علاقات كبيره. فهنا النهارده ده كلام بقى محترم، البيان ده كلام محترم جدا، واكيد كل الناس كل الناس واقفه مع كابتن حسين لبيب ومع لعيبه نادي الزمالك. ويعني لو على فكره في لعيبه من النادي الاهلي كلمت تواصلوا مع لعيبه من نادي الزمالك النهارده يا جماعه، برافو عليك، على راسهم الشناوي مثلا، طبيعي يا جماعه، حتى امام عاشور، مال المنافسه ومال العلاقه اللي احنا وقفشه كبير، لا يعني حاجه كويسه ان انت وخلي بالك. وطلع برضو وقت من الوقت يقول لك الكابتن خطيب طلع ما اتصل، لا انا متاكد كابتن خطيب هتلا اتصل واهتم باللي هو يبقى متو... لازم يا جماعه، انا بقول لك احنا عندنا معلومه، ما بقول لك طبيعي، ده حاجه طبيعيه. احنا الاربع فرق كابتن ناصر طالعين سفرة لمصر، اكيد احنا سفرة لمصر في دوله الامارات، فبالتالي لما نسال على بعض او في مشكله كبيره زي ما انت بتقول مشكله كبيره جدا، فده شيء طبيعي جدا ان اللعيبه، وفي الاخر المنافسه بتاعت الملعب غير بره الملعب. ده كابتن خالد اخر حاجه، قناه نادي الزمالك شغاله 24 ساعه، يعني لما يبقى في حاجه تطلع تتقال من قناه الزمالك، تاخدها حصري من قناه الزمالك والمتحدث، وانت حاطط ليه متحدث رسمي صحيح عشان يطلع يقول بيان من نادي الزمالك. القناه شغاله من الصبح، وكابتن صبري شغال هناك، وكابتن طارق هناك، ما يطلع يقولوا البيان هناك. بس هي كانت الاحداث متلاحقه يا هشام، بعد اذنك في نقطتين مهمين جدا جدا الناس مش واخده بالهم، والبيان بيوضحهم بشكل واضح جدا. ايه هم؟ بيقول لك اي كلمه اتقالت على لسان رئيس النادي غلط، ده شغل سوشيال ميديا بحت. على اصل في ناس ده من اول يوم في ناس طلعوا على لسان رئيس النادي بالظبط كلام مش انت حقيقي. بتكلم مين؟ انت مش عارف ايه الكلام انا ده هاخد الفرقه وانسحب، انا مش هكمل، انا مش هعتذر، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. هو ده الكلام اللي قاله الكابتن خالد في الانترو، ان السوشيال ميديا بيوجه ناحيه حاجات يا كابتن هشام. في ناس كارهه وناس اللي شمالوا كده، عارف وانا عارف، انت عارف وانا عارف، وانت لسه بتقول ان ممكن تبقى انت اخويا وحبيبي، والاقي واحد مثلا بيقول ايه اصل كابتن هشام عامل مش عارف ايه مع الكابتن طارق السيد، ومفيش حاجه. فانت اوريدي بتخليني انا اشيل منك وانت تشيل مني، ومفيش حاجه اصلا بيننا وبين بعض. هو ده الغرض، ان البيان ده بيقول ان يا جماعه اي كلمه اتقالت على لسان مجلس اداره نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك مش مظبوطه، عشان الامور دي بتوصل هناك وبتتاخد بشكل سلبي على مجلس اداره نادي الزمالك، على اللعيبه، وهتضر ناس ممكن تكون الامور سهله جدا انها تتحل. طيب اكتر من كده، على العموم هنقفل القصه دي بعد بيان مجلس اداره نادي الزمالك. كل اللي بنتمناه ان لعيبه نادي الزمالك ومدير الكوره يطلعوا من هذا الموضوع بسلام ان شاء الله. نحترم دوله الامارات، نحترم قانون دوله الامارات، ممكن نكون بالنسبة لنا الموضوع فيه نوع من الصدمة شوية، زعلنا من صورة طلعت وسربت للإعلام لنجوم كبار ياما خدموا مصر كلاعبين وكمان يعني سواء منتخب أو أندية. فالموضوع نتقفل، وهي مشكلة هتعدي على خير إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله الأيام اللي جاية، سواء يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة، الموضوع هيعدي على خير بإذن واحد أحد الفترة اللي جاية.